السلام عليكم لي في لا فامي، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بون، اليوم مع هذا الشيء اللي واقع علينا، هذا الوباء هذا، كنطلبوا من الله يهزوا علينا ان شاء الله وعلى البشريه كلها، ماشي غير المسلمين وغير المسلمين، لان هذا الشيء ولا في الحقيقه كيحز في القلب. المهم انا عندي باش ما نطولش، انا كنخدم، يعني ملي كنخدم ما باركش في هذه الوقيته في داري 100%، كنبرك وكنخدم، ولاني هذا الشيء اللي عندي كنديره انا باش نقوي المناعه ديالي وباش الله يستر ما نتعاداش، بغيت نبارطاجيه معاكم، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وتستافدوا منه، والكمال على الله. بو انا في الماء اللي كنشرب كناخد قرعه ديال الماء وكندير فيها لي مورسو ديال لي سيترون، ها هما راني انا ديجا درتهم مع الحبيبات ديال القرنفل، كنديرهم هنايا القرنفل هنا راني ديجا كنقاد، ملي كتكمل لي القرعه كنعاود وحده اخرى. هذا هو الماء اللي كنشرب، كندير الخدمه عندي في الدار ليا ولوليداتي، هذا الشيء اللي كنشربو دابا، قرعه ديال الماء دائما فيها القرنفل والطريفات لي بتي مورسو ديال لي سيترون، بيان سور راه مغسول وكلشي بلاكو ديالو بكلشي. هذا الماء، وفي الصباح قبل ما كنمشي للخدمه، سيرتو الناس اللي خدامين ما كي خدامين واللي حتى اللي في الدار راه مزيان، هذا الشيء كيقوي المناعه. المهم انا كندير التمر، ولا ما عندكمش التمر الشريحه، بو انا ما بقاش ليا التمر، كناخد الشريحه كنحلها هكا، ولا التمر كتحلوه وكندير فيه الحبه السوداء، هذا كندير فيها الحبه السوداء والعسل، هادشي كناخد كنعمرها هوشيري واحد الحبيبات هكا شويش، وكنعمرهم بشويه وكندير شويه العسل، وتتوجدوهم هكا على 9 تخلوهم دونزان في واحد لابواط في الثلاجه، والصباح قبل الفطور تاخذوهم بشي ساعه هكاك. انا قبل ما كنمشي للخدمه كناخذها عاد كنمشي للخدمه هادي، وفاش كندخل راكم عارفين لي برودوي بيان سور باش كديزانفيكتي وتغسلي وهذا والصابون، كندير واحد لافابور واحد الكاسرونه كندير فيها القرفه، ها هي طوندي كنجيب هذا كندير العويدات ديال القرفه ولا هذا ولا البودخ القرفه، وشويه وسي ديال القرنفل الحبيبات ديال القرنفل، وكنديرهم في الماء حتى كيتبخ يتبخ مزيان. ملي كيتبخ كنستنشق داك لافابور، كنستنشقها مزيان، واوبليجي تخليو ريوسكم يدخل لكم مزيان مع هاد لابارتي نازال مع النيف والفم واحد 5 دقائق، وهادشي اللي كاين. هذا ملي كندخل من بعد الخدمه، وهذا اللي كنشرب كل نهار، والشريحه ولا التميره اللي معمره بالحبه السوداء والعسل قبل الفطور، وهادشي كله راه كيقوي المناعه. الناس زعما اللي مراض واللي ماشي مراض، من الاحسن نديو هاد الوصفه اللي بغيت نشاركها معكم، وكنتمنى التوفيق من عند الله واللطف من عنده، نديروا السبب والكمال على الله، وشكرا لكم، السلام عليكم.